Yeah. Sucker on the mic. Huh. بكشف السيارة بظبط مين ما بدي بساوي ايش ما بدي بظلني قاعد في الحارة فيش واحد رح يوقفني فيش واحد بيهمني ايه بكشف السيارة لما تشتي وانا حاسس حرارة بركب في الفراري بظبط كل بنات الحارة صقر العربي معلم زبط كل بنات الحارة لو بتغار عأختك نقولها بريت الحارة بكشف السيارة لما تشتي وانا حاسس حرارة بركب في الفراري بظبط كل بنات الحارة صقر العربي معلم زبط كل بنات الحارة لو بتغار عأختك نقولها بريت الحارة بنجح امتحان السات وبخدع الوزارة عندي كتير بنات وحاسس حالي في بيت دعارة راسي وعقلي تنح بس متعلم عالدقارة عندي كتير بضاعة وصدق بفهم بالشطارة بنقل قاعد بضاعة من تريلا للعمارة ملك في التجارة والمصاري طول عمارة جوي دايما عالي فوق الغيم اوف طيارة قميص مسيمو دوتي والبوكسر جبته من زارة كنت مصاحب كولومبية كان الكل نادي مارة كنت مجنن المديرة كنت مقزز الإدارة مو جايب كتابي ضعيف النظر وفش نظارة مو شايف قدامي طاير بقطع الإشارة بكشف السيارة لما تشتي وانا حاسس حرارة بركب في الفراري بظبط كل بنات الحارة صقر العربي معلم زبط كل بنات الحارة لو بتغار عأختك نقولها بريت الحارة بكشف السيارة لما تشتي وانا حاسس حرارة بركب في الفراري بظبط كل بنات الحارة صقر العربي معلم زبط كل بنات الحارة لو بتغار عأختك نقولها بريت الحارة بظبط كل بنات الحارة بظبط مين ما بدي بصاحب اللي بدي اياها وبفرط مين ما بدي بفرط كل اكساتي بفرط زلمة بيجي بوجهي ناس كتير بتحكي وقت الجد فعليا تخزي بنزل اي سيارة لكن كنت سايق تاكسي صرت كتير مداون صرت اعرف مين المخصي اي تراك بنزله صار كل رابر ياخده شخصي الكل قاعد بحسدني صار الكل علسانه اسمي نص الرابر جي عم تبعتلي صقر ديسني نص الرابر جي عم تترجى صقر شهرني اصحى يا ابني اصحى يا ابني اصحى اصحى يا ابني احترمني بتحترمني خاوة بتحترمني خاوة بتحترمني خاوة عنك تعرف اسمي صرت موصل كل مكان اسأل عني بكل عمان رح يحكولك صقر دان والله هذا كبير عمان رح يحكولك صقر هان هيني جاي اي مكان yeah.